ما شاء الله عليك يا سعيد، سمعت كلامي من المرة اللي طافت. تسوي التمارين عقب الفطور، ومثل ما قلت لك ساعة رياضة في اليوم تكفي، وخلها 5 أيام في الأسبوع وريح يومين. في ساعة الرياضة أول 5 دقائق تكون تسخين، وعقب 5 دقائق لمد العضلات، و45 دقيقة تمارس فيها النشاط الرياضي اللي تبغيه، وفي النهاية استرخاء لمدة 5 دقائق. أنا أنصح دوم بالركض أو المشي السريع، وخلي يكون بين 3 أو 4 ساعات عقب الفطور، عشان يكون هضمنا الأكل والجسم خذ المواد المغذية وعوض النقص اللي صار وياه خلال اليوم. والرياضة بعد الفطور تحسن من سرعة حرق السعرات الحرارية، وتساعد الجسم على التخلص من السموم، وتنشط الدورة الدموية، وتزيد الشعور بالراحة والاسترخاء. وبلغة الرياضة، ساعة من ركوب الدراجة تحرق 380 سعرة حرارية، الجري 400، السباحة 460، وكرة القدم 630. نصيحتي لا تتعب عمرك يا سيدي، وخلك في الرياضات الخفيفة والمتوسطة. يعني إذا سويت ساعة رياضة لا تأكل عقبها كيلو الجيمات. ضروري ننتبه للياقتنا ووزننا في رمضان، ولا بنوصل العيد ونحن سمنانين 10 كيلو. مبارك عليكم شهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.